السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله حصص البث المباشر لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الدرس اللي ابتدينا فيه الحصة اللي فاتت، تضاريس العالم، وده طبعا الدرس الثاني من الوحدة الأولى، الجغرافيا الطبيعية للعالم. اتكلمنا عن أهمية التضاريس وإيه هي التضاريس وأهم التضاريس اللي بندرسها، واتكلمنا عن تضاريس 3 قارات. خدنا تضاريس قارة آسيا، وتضاريس قارة إفريقيا، وتضاريس قارة أوروبا. طيب هنراجع مراجعة سريعة كده عن الكلام اللي خدناه في الدرس اللي فات، وهنبتدي إن شاء الله درس جديد. بسم الله. اتكلمنا عن أهمية التضاريس في حياتنا والهدف والغاية من خلقها، واتكلمنا عن أهداف الدرس، إن الطالب يتعرف على قراءة التضاريس من خلال خريطة تضاريس العالم، وتصنيف التضاريس التي تميز كل قارة من قارات العالم، والتمييز بين أنواع السهول المختلفة في العالم، والمقارنة بين مظاهر السطح في قارات العالم المختلفة، وتقدير عظمة الله في تنوع مظاهر السطح بين قارات العالم المختلفة. وعرفنا ما هي التضاريس، إن هي أشكال سطح الأرض المختلفة التي تتكون من مرتفعات ومنخفضات وسهول، وإن تم تشكيلها نتيجة عوامل خارجية وعوامل باطنية. والكلام ده طبعا مش جديد علينا، درسناه في تاني إعدادي وفي أولى إعدادي. وعرفنا أهم أشكال التضاريس المختلفة زي الجبال والهضاب والتلال والسهول والأنهار وأحواض الأنهار. وعرفنا خريطة العالم السياسية الطبيعية، اتكلمنا عليها بالتفصيل. وعرفنا أهم تضاريس قارة آسيا اللي قدامنا دي، لو رجعنا عليها بسرعة هنعرف إن أهم الجبال هي جبال طوروس في غرب القارة، وجبال زاجروس في غرب القارة أيضا، ثم جبال الهيمالايا بتوجد في وسط قارة آسيا، وآخر حاجة جبال اليابان بتوجد في شرق قارة آسيا. دول أهم الجبال. بالنسبة للهضاب، هضبة شبه الجزيرة العربية توجد في غرب القارة، هضبة الديكن توجد في جنوب القارة، وهضبة التبت توجد في وسط القارة. واتكلمنا عن أهم السهول، هي سهول سيبيريا الشمال، وبيجري فيها 3 أنهار، نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا. واتكلمنا عن سهول نهر الدجلة والفرات اللي بتوجد في غرب قارة آسيا، وسهول نهر السند، نهر السند نفسه بيصب في بحر العرب، وسهل شرق الصين اللي بيوجد في دولة الصين وبيوجد في شرق قارة آسيا، وبيجري فيه نهر اليانجيتسي زي ما احنا شايفين، وسهول منشوريا. ثم بعد ذلك تحدثنا عن تضاريس قارة إفريقيا، وقلنا أن قارة إفريقيا هي القارة الهضبية، يغلب عليها الطابع الهضبي لأن معظم الهضاب بتكون على سطحها، وأشهرها طبعا هضبة الصحراء الكبرى اللي بتشغل مساحة كبيرة جدا من سطح القارة. وإن الهضاب أثرت على إن السهول الساحلية أصبحت ضيقة، يعني الشكل العام للسهول الساحلية لقارة أفريقيا تتميز بالضيق بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من السواحل، وإن قارة أفريقيا هي القارة الوحيدة، هي وأستراليا، اللي بيوجد فيهم سهول صحراوية زي بحر الرمال العظيم وصحراء كاليهاري في الجنوب.
واتكلمنا عن تضاريس قارة أوروبا بالتفصيل. طبعا كلنا عارفين إن قارة أوروبا تتماس بتعرق سواحلها، وإن يوجد فيها مجموعة من الجبال، هو تقريبا جبل واحد لكنه ممتد في أطراف كثيرة جدا، يعني بنسميها مجموعة جبال الألب، ودي بتوجد تقريبا في وسط القارة، وبيوجد منها نوعين. نوع بيجري في دولة أسبانيا بنسميها جبال البرانس، ونوع تاني موجود في شبه جزيرة البلقان بيسمى جبال الألب الدينارية. طبعا الشيء اللي بيميز قارة أوروبا هو السهل الأوروبي العظيم. السهل ده اللي بيجري فيه 3 أنهار، نهر الفولجا ونهر الدانوب ونهر الراين، واتكلمنا عن أهمية السهل الأوروبي العظيم بالتفصيل. بعد كده خدنا تضاريس قارة أمريكا الشمالية. ده نبدأ درسنا من أول دلوقتي، تضاريس قارة أمريكا الشمالية. قارة أمريكا الشمالية بتتميز بوجود سلسلتين من الجبال. أول سلسلة بتوجد في الغرب اسمها سلسلة جبال روكي، وهذه السلسلة بتمتد من أقصى شمال القارة إلى أقصى جنوبها. السلسلة دي بتتميز بالارتفاع واقترابها من سواحل المحيط الهادئ. السلسلة الثانية هي سلسلة جبال الأبلاش، وبتوجد على السهل الساحلي الشرقي للمحيط الأطلنطي، علشان كده بتضيق الجزء اللي هي بتوجد فيه ده. جبال الأبلاش بتوجد في الشرق، وجبال روكي بتوجد في الغرب. ثم بعد ذلك يوجد هضبتين، هضبة ليبرادور بتوجد في الشمال الشرقي لقارة أمريكا الشمالية، وهضبة المكسيك بتوجد في الجنوب قارة أمريكا الشمالية، على خليج ما بين خليج المكسيك وما بين المحيط الهادئ. يبقى هما هضبتين كبار جدا بيوجدوا في أمريكا الشمالية. طيب بالنسبة للسهول، هي سهول ساحلية، سهول المحيط الأطلنطي، وسهول المحيط الهادي، وسهول المحيط القطب الشمالي. طبعا سهول المحيط الهادي تتميز بالضيق بسبب اقتراب جبال روكي من الساحل، وسهول خليج المكسيك. تاني حاجة السهول الفيضية، هي سهول بتوجد في وسط القارة، وهي سهول صالحة للزراعة والرعي، وسهول غنية اقتصاديا. السهول دي بتمتد من المحيط القطب شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا، وبتجري فيها 3 أنهار. أولا نهر نيلسون، النهر ده بيصب في خليج هيدسون في الشمال، شمال قارة أمريكا الشمالية. ثم خليج سانت لورنس، نهر سانت لورنس بيصب في خليج سانت لورنس، ونهر المسيسيبي اللي بيصب في الجنوب في خليج المكسيك. الـ3 أنهار دول كونوا السهول الوسطى. السهول الوسطى هي سهول فيضية بتوجد في قارة أمريكا الشمالية. دي كده قارة أمريكا الشمالية. طيب لو اتكلمنا عن القارة اللي بعد كده، هي تضاريس قارة أمريكا الجنوبية. قارة أمريكا الجنوبية بيوجد فيها سلسلة جبلية وحيدة، هي سلسلة جبال الإنديز، وهذه السلسلة بتقترب من ساحل المحيط الهادئ. سلسلة جبال الإنديز تتميز بالارتفاع والطول، هي بتمتد على طول قارة أمريكا الجنوبية، بتبدأ من أقصى شمال القارة إلى أقصى جنوبها، ويكاد تتصل مع جبال روكي. يعني الناظر لقارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية مع بعض هيتضح لي ان جبال الانديز تكاد تتصل بجبال روكي، وجبال الانديز برضو بتضيق السهل الساحلي الغربي لقارة امريكا الجنوبية. طيب لو جينا عند الهضاب، هنجد بيوجد 3 هضاب كبرى في قارة امريكا الجنوبية. اولا هضبة اسمها هضبة جيانا بتوجد في اقصى الشمال، ثم هضبة البرازيل بتوجد في الوسط، ثم في الجنوب هضبة باتاغونيا. طبعا أكبر هضبة فيهم هي هضبة البرازيل، وأصغر هضبة هي هضبة باتاغونيا. بعد كده السهول، السهول الساحلية، سهول المحيط الأطلنطي، وسهول المحيط الهادي. طبعا سهول المحيط الأطلنطي تتميز بالاتساع لأنها مصبات للأنهار، معظم مصبات الأنهار بتوجد على المحيط الأطلنطي. المحيط الهادي سهوله تتميز بالضيق بسبب اقتراب جبال الانديز زي ما قلنا من ساحل المحيط الهادي. طيب ايه اهم الانهار اللي بتوجد في القاره؟ اولا نهر الاورينيكو، سهل نهر الاورينيكو بيوجد في الشمال وبيصب في المحيط الاطلنطي.
تاني نهر هو نهر الأمازون. نهر الأمازون بيمر عليه طبعا دائرة الاستواء. نهر الأمازون بيتميز بكثرة روافده، روافده كثيرة جدا زي ما احنا شايفين على الخريطة. ليه؟ لأن النهر ده بيوجد في منطقة استوائية تتميز بغزارة الأمطار. نهر الأمازون طبعا بيصب في المحيط الأطلنطي، وبتتكون عنده غابات كثيفة جدا بسبب انتشار الغابات الاستوائية. نهر الأمازون نقدر نقول إن هو أوسع سهول فيضية في العالم. أوسع سهول فيضية في العالم هي سهول نهر الأمازون. طب أطول نهر في العالم هو نهر النيل اللي بيوجد في قارة أفريقيا. طيب في سهول تانية هي سهول اللابلاتا، وساعات بنسميها سهول البمباس، هي بتوجد في دولة الأرجنتين. بيجري فيها 3 أنهار هما اللي بيكونوها، نهر باراجواي ونهر بارانا ونهر لابلاتا. ال3 أنهار بيصبوا في المحيط الأطلنطي. نهر بارانا وباراجواي ولابلاتا، ال3 أنهار بيكونوا سهول اللابلاتا، السهول اللي بتوجد في دولة الأرجنتين في وسط قارة أمريكا الجنوبية. السهول دي بتتميز بأنها صالحة للزراعة وصالحة للرعي، تمام؟ وبتتميز بكثرة عدد السكان في المنطقة دي، لأنها طبعا الأنشطة الاقتصادية هتبقى متنوعة ومتوفرة بسهولة للسكان. كده تضاريس قارة أمريكا الجنوبية انتهت. التضاريس اللي بعد كده تضاريس قارة أستراليا، وساعات بنسميها القارة الأوقيانوسية زي ما خدنا في الدرس الأول. قارة أستراليا تضاريسها مش كتير لكن نركز فيها. هي سلسلة جبلية واحدة اسمها سلسلة جبال الحاجز الكبير، وساعات بنسميها سلسلة جبال الألب الأسترالية لتشابهها مع جبال الألب اللي بتوجد في قارة أوروبا. سلسلة جبال الحاجز الكبير بتاخد شكل القوس وبتمتد على ساحل المحيط الهادي، وبتنقسم لقسمين، سلسلة جبال الحاجز الكبير الشمالية وسلسلة جبال الحاجز الكبير الجنوبي. سلاسل الحاجز الكبير بتضيق السهل الساحلي الشرقي المطل على المحيط الهادي. دي السلسلة الجبلية الوحيدة. طيب الهضاب هي هضبة واحدة بس بتشغل أكثر من نصف مساحة القارة، هي الهضبة استراليا الغربية. طبعا قارة استراليا معظمها صحراء، يعني تتميز بأنها صحراء. الهضبة دي بتشغل نصف مساحة دولة استراليا، زي ما احنا عارفين استراليا قارة ودولة في نفس الوقت. الهضبة دي بتقترب من ساحل المحيط الهندي. طيب بالنسبة للسهول، هي السهول الساحلية سهول المحيط الهندي وسهول المحيط الهادي وسهول بحر أرافورا وسهول الخليج الأسترالي الكبير. طبعا في الجنوب بتتسع هذه السهول لأنها مصب لنهر دارلينج ونهر ميري، لكن بتضيق في الجزء الغربي تمام والجزء الشمالي، وطبعا الجزء الشرقي لأن جبال الحاجز الكبير بتقترب من ساحل المحيط الهادي. السهول اللي بعد كده هي سهول فيضية. السهول الفيضية بتوجد في الركن الجنوبي الشرقي من قارة أستراليا، بيكونها نهرين أو بيجري فيها نهرين، نهر اسمه ميري ونهر دارلينج. ميري في الجنوب ودارلينج في الشمال. النهرين بيصبوا في الخليج الأسترالي الكبير، أو نقدر نقول في المحيط الهندي، لأن طبعا المحيط الهندي جزء من الخليج الأسترالي الكبير. كده تضاريس قارة أستراليا خلصت. ما فيهاش مشاكل كتير، تضاريس سهلة وبسيطة مش محتاجة كلام كتير. كده الدرس انتهى. ممكن نحل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية: تقع جبال نقط غرب قارة آسيا وتمتد في دولتي العراق وإيران، الهيمالايا ولا الأبلاش ولا زاجروس ولا توروس؟ الجبال اللي بتقع غرب قارة آسيا وبتمتد في دولتي العراق وإيران هي جبال زاجروس. تاني سؤال: تصب أنهار سهول سيبيريا في المحيط
طبعا أنهار سهول سيبيريا بتصب في المحيط القطبي الشمالي. ثلاثة، تمتد جبال أطلس في نقط قارة أفريقيا، شرق ولا غرب ولا شمال غرب ولا جنوب شرق؟ جبال أطلس طبعا بتمتد في الشمال الغربي. أربعة، تمتد سهول بحر الرمال العظيم غرب دولة نقط، طبعا بحر الرمال العظيم يوجد في دولة مصر. خمسة، يوجد نهر نقط في قارة أوروبا ويصب في البحر الأسود، نهر إيه اللي بيصب في البحر الأسود؟ طبعا هو نهر الدانوب. ستة، توجد هضبة الديكن في دولة نقط، الصين ولا الهند ولا العراق ولا تركيا؟ طبعا قلنا هضبة الديكن بتوجد في دولة الهند. سبعة، تمتد في أقصى الجنوب الشرقي لقارة إفريقيا جبال إيه بالظبط؟ كينيا ولا دراكنزبرغ ولا الهيمالايا ولا كليمانجارو؟ طبعا كلهم بيوجدوا في أفريقيا ما عدا الهيمالايا، بتوجد في آسيا، لكن اللي في الجنوب الشرقي لقارة أفريقيا جبال دراكنزبرغ. 8، يجري نهر أورنج على هضبة نقط، هضبة إيه اللي بيجري عليها نهر أورنج؟ هضبة جنوب أفريقيا. كده درس التضاريس خلص معانا، يا رب نكون استفدنا حاجة. وطبعا الدرس ما اتكلمناش فيه كتير لأنه تكملة للدرس اللي بدأناه الحصة اللي فاتت. هنبتدي نستقبل أسئلة، لو حد عنده أي سؤال يكتبه في الشات اللي فوق يا جماعة. طيب هنبتدي نستقبل الأسئلة، لو حد عنده أي سؤال في الدرس ده أو الدرس اللي فات، الدروس اللي فاتت، يبتدي يكتبها وأنا إن شاء الله هحاول أجاوب عليها. فرح طارق كاتبة عايزة نطق كلمة دراكنزبرج، هي بتتنطق دراكنزبرج، هي كلمة إنجليزي. طبعا إحنا عارفين في الدراسات ما مش مهم أبدا النطق، أهم حاجة تعرف تكتب، يعني إحنا ما بنحاسبش في الامتحان على نطق الكلمة، لكن طبعا لو عرفت تنطقها يبقى أفضل.
هو احنا نحفظ القارة وايه خطوط الطول ودوائر العرض اللي بتعدي عليها؟ طبعا خطوط الطول ودوائر العرض اللي بتمر بالقارة دي مهمة جدا وعلينا في المنهج، ولازم نكون عارفينها، لان ممكن يجي يسألنا دايرة الاستواء بتمر على قارات ايه، لازم نكون عارفين خط جرينتش بيمر على قارات ايه، مدار الجدي، مدار الاستواء، مدار السرطان، وهكذا. لازم نكون عارفين، وده هيفيدنا طبعا في درس المناخ الدرس الجاي إن شاء الله. في على الخطأ الخريطة تضاريس أخرى مش مكتوبة. الخريطة اللي موجودة في كتاب المدرسة فيها مجموعة تضاريس أخرى، لا مش عليك، أنت غير مطالب بيهم. يعني مثلا في قارة أوروبا موجود مرتفعات سكندناوة، مش عليك، أنت غير مطالب بيها في الامتحان. في قارة آسيا مثلا جبال تيان شا، مش عليك، انت عليك الموجود اللي مكتوب بس قصاد الخريطة، الكلام اللي احنا بنشرحه. انما في حاجات تانية على الخريطة، لا مش انت مش غير مطالب بيها. طيب في أسئلة تانية؟ هل في حفظ تواريخ؟ لا، التواريخ نفسها ليست حفظ، التواريخ مش مطالبين ان احنا نحفظها، لكن بنستخدمها في الاستدلال وترتيب الاحداث التاريخية، وطبعا اسماء الثورات. يعني ثورة 19 اسمها تاريخ، فاحنا هنضطر نحفظ. ثورة 23 يوليو اسمها تاريخ. حادثة 4 فبراير، في بعض الحوادث التاريخية الاسم بتاعها على اسم التاريخ، فاحنا مطالبين بحفظها. لكن طبعا معركة الريدانية 1517، لا انت غير مطالب بحفظها. معركة مرج دابق 1516، انت غير مطالب بحفظها، وهكذا. في طالبة كاتبة انا مش شايفة الشات. طب انت كاتبة على ايه؟ طب ما هو الجملة دي انت كاتباها في الشات. طيب كده مفيش أسئلة تانية أظن، محدش سأل أسئلة تانية. تابعونا إن شاء الله على الجدول المتحدد، وربنا يسهل في دروس تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.